تحبون الله؟ نعم. الجميع يحب الله صح؟ ما في اختلاف. أسألكم بالله اللي يحب الله أمامي الآن ويسمع كلامي إنه يرفع يد. تقطع قلوبكم وأحسن ما تقطع أجسادكم في النار يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها جنان وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى. الله. فالجنان جنان الخلد. وبعدين أنا اشتريت لي فرس سميتها جنان. احتسبتها في رباط في سبيل الله. الله أكبر. كان حاسس بموته السبب الحقيقي وراء وفاة الشيخ السعودي عبد الله بن نعمة، وآخر كلماته ولحظاته الأخيرة أصيب الداعية عبد الله بن نعمة بمرض الشلل قبل 31 سنة. عانى فترة طويلة من المرض ومضاعفاته التي أثرت على حياته. يعتبر الشلل هو فقدان القدرة على تحريك بعض أو كل جسمك. يمكن أن يكون لها العديد من الأسباب المختلفة، وبعضها قد يكون خطرا اعتمادا على السبب. قد يكون مؤقتا أو دائما. يتمثل العرض الرئيسي للشلل في عدم القدرة على تحريك جزء من الجسم أو عدم القدرة على الحركة على الإطلاق. يمكن أن تبدأ فجأة أو تدريجيا. في بعض الأحيان يأتي ويذهب، ويمكن أن يؤثر الشلل على أي جزء من الجسم بما في ذلك الوجه، الأيدي، ذراع أو ساق واحدة، شلل عضلي، جانب واحد من الجسم، شلل نصفي، كل الساقين، الشلل النصفي أيضا، كل الذراعين والساقين، الشلل الرباعي. قد يكون الجزء المصاب من جسمك أيضا تصلب شلل تشنجي مع تقلصات عضلية عريضة، مرن، شلل رخو. وتم تشييع جثمان الداعية الراحل عبد الله بن نعمة ودفنه بمقبرة البقيع. شيعت جموع من المصلين بالمسجد النبوي الشريف اليوم الجمعة جثمان الداعية عبد الله بن نعمة إلى مقبرة البقيع، وأقيمت الصلاة على جثمان الفقيد عقب صلاة الجمعة بالمسجد النبوي، وجرى تشييعه ودفنه بمقبرة البقيع، وذلك بحضور ومشاركة أعداد غفيرة من الشيوخ والدعاة وأقارب ومحب الفقيد. وقد ظهرت حالة من الحزن والأسى على وجه المشيعين الذين دعوا المولى عز وجل للراحل بالرحمة والمغفرة. الله يغفر ويرحم، نسأل الله أن يغفر له ويرحم. جميع موتى المسلمين والمسلمين، الله يغفر لك يا عبد الله. كيف حالك؟ السلام عليكم حباب الكرام، الله يبشركم. والله اني ابدع مكانهم، لا تنشغل والله، وطيب مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم، وادعي لكم كلكم، الله يجعلنا وياكم. زيارتكم قبل الحوزة، السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. والله يا اخويا سيف، والله ما هزت فيها شعرة كورونا، انها جندي من جند الله سبحانه وتعالى، واسأل الله ان يجعلنا من جنده. والله يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. طبعا كورونا هي تأديب للكفار ورجوع للمؤمنين، وأنا والله ما أثر فيها إلا أمر واحد. تدري أنا 28 سنة يا سيف، 28 سنة، وأنا عندي كل ملخص 28 سنة 3 حسرات، والحسرة ألم نفسي تعتبر عذاب عند الله سبحانه وتعالى. بس للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن. ترى النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار ما تعجب، ولكن تعجب من أمر المؤمن، إن أمره له خير، فإذا أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر وكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وقال ما أصاب المسلم من هم ولا غصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به خطايا. لكن اللي رعبني وفجعني يا أخي، ننام ونقوم على خبر، ننام فجأة يقولوا أغلقوا الحدود،
ننام فجأة نقوم يقولوا أغلقوا الحرم الطواف، شوية أغلقت العمرة، يا الله، شوية أغلق الإفطار في الحرم، كله أمنيات لأجل لا يتضررون كثير من الناس. لكن هذا ألمني كثير. أنا عندي ثلاث حسرات في حياتي. الحسرة الأولى أني ما أقدر أسجد الآن سجدة. من 28 كنت أمتلك أني أقدر أصلي وأقف بين يدي الله وأسجد، لكن أسأل الله ما يكون صرفني وبدلني بغيري. الحسرة الثانية أني أقلب ورق المصحف، الآن ما أقدر أحك وجهي والمصحف ما أقدر أقلبه، وكثير من الناس هاجرين للقرآن وما يدخلون المساجد، يفتكروا أنهم بكيفهم. انتبه يا أخي، تجيك حسرة. الحسرة الكبرى يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال الله وأنذرهم يوم الحسرة. الحسرة الثالثة، وادي في جهنم أشد عذاب أهل النار. انتبه يا أخي في الله، وهذه تربية لنا يا شيخ. الآن اللي جزاه الله خير حكومتنا احتياطات أمنية خوفا من انتشار المرض على المواطنين والمقيمين، أغلقوا التجمعات، أكبر تجمع يصير عند الكعبة. هذا نظري لنا أنه احترازات أمنية، لكن هو قد يكون حرمان من الله لي ولك، قد يكون الله اللي صرفنا عن آياته. فهذه تربية كبرى للدعاء وللمشايخ وللعلماء، يقولون يا أخي روح سوي أمره، يا أخي متى آخر عهدك بالحرم؟ يقول لا لا، خلي المعتمرين يعتمروا، إحنا كأنه إيمانك فل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هي روح الآن عمره، الآن قد يكون الله حرمنا، لكن نصحى باب الحرم أغلق، نصحى العمرة أغلقت، نصحى باب التوبة أغلق. انتبه، يوم ما تقوم تلاقي الشمس من المغرب، ارجع إلى الله. يقول والله ما أقولها إلا لي حتى لا تكون حسرة عليك، توبوا إلى الله. أبشركم أنا بخير ونعمة، وما ينقصني إلا محبتكم والدعاء لي ولجميع مرضى المسلمين. مر علي ضعكة بسيطة وما خوفني إلا أن لا يحرمني الله من رمضان. الله يبلغني وإياكم رمضان واجعلني من المقبولين من أول ليلة أنا وأنتم، لأن هذا الشهر شهر التصفية. أغتنم الفرصة، اتق الله فيما بقي، يغفر الله لك ما مضى وما بقي، من بينه وبين أخيه قطيعة رحم فليصلها، من مزعل أمه يصالحها ويرجع يقبل رجلها، من عنده حقوق حق الناس يردها، من بينه وبين الله معصية يجدد إيمانه ويتوب عشان لا يأتي الموت بغتة، فجأة يأتي الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، استودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاة الداعية بنعمة بعد 30 سنة من الشلل الرباعي. توفي صباح اليوم الداعية المعروف عبد الله بنعمة، وذلك بعد سنوات مع المرض، وتناقل عدد من محبيه أبرز مقاطعه الدعوية على الشبكات الاجتماعية، وكيف كان يخشى الموت قبل إدراك صيام رمضان، كما كان يوصي كثيرا بالصلاة وبر الوالدين وتجنب قطيعة الرحم والتوبة من الذنوب والمعاصي. يشار إلى أن الداعية عبد الله بنعمة أصيب بالشلل الرباعي قبل 30 عاما، ولا يتحرك سوى رأسه، ولم تمنعه الإعاقة عن طلب العلم وحفظ القرآن الكريم والانشغال بالدعوة
والوجود في منابر العلم ودعوة الشباب، وكان مضرب مثلا في الابتسامة والصبر والتأثير والرضا بالقضاء والقدر. ادعوا له في خانة التعليقات بالرحمة والمغفرة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.